دكتور سامح العسوي استاذ الطاقه الجديده والمتجدده معنا عبر الهاتف لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. حضرتك لما بنتكلم على الهيدروجين احنا نتكلم على نوعين، وكل نوع منهم لما نتكلم عليه نعرف هو جاي منين. احنا بنتكلم على الهيدروجين الاخضر والهيدروجين الازرق. لما نتكلم على الاخضر يبقى بنتكلم على استخدام الطاقه الجديده والمتجدده في استخراج الهيدروجين. لما بنتكلم على الازرق يبقى بنتكلم على الوقود الاحفوري او الغاز في استخراج الهيدروجين. بحضرتك احنا عندنا مبادرات قبل كده واتفاقيات كانت في شهر مايو مع شركه المانيه ان احنا نطلع هيدروجين اخضر، ده في شهر مايو. شهر يونيو 2023 بعدها بشهر كان مع شركه بلجيكيه برضه لتصدير الهيدروجين الاخضر. كان عندنا في شهر 7 مع الشركه القابضه عملت اتفاقيه مع شركه ايمي لانها تطلع هيدروجين اخضر وهيدروجين ازرق. لما بنتكلم على الاستراتيجية بتاعت مصر موقع ايه من وسط العالم في استخراج الهيدروجين، احنا عندنا مقومات رئيسية لاستخراج الهيدروجين. اولا الموقع الجغرافي هو بتوسط العالم، عندنا المساحة اللي بتدينا طاقة متجددة وعندنا الغاز، يعني عندنا المصادر الرئيسية اللي احنا نقدر نستخرج منها الهيدروجين هو الاخضر او الازرق. وكمان طرق النقل، يعني احنا استخرجنا الهيدروجين طرق النقل، احنا عندنا العالم تغلب على الهيدروجين، كان صعوبة في النقل، كنا بنستخدم مادة اسمها تولكوين، انما دلوقتي بيطوروا انابيب الغاز الطبيعي انها تنقل الهيدروجين، واحنا عندنا شبكة لانابيب الغاز. الشبكة دي تعتبر مرتبطة باوروبا، يعني عندنا الغاز بيطلع على الاردن على سوريا على لبنان، ومن سوريا عندنا خط ربط على تركيا، ومن تركيا على رومانيا على دول اوروبا. دكتور سامح، احنا كده نبقى نكون مطمنين ان مصر ماشيه بخطه ثابته في اطار وجود طاقه نظيفه، ان ده طبعا التزام في من اجل تحسين المناخ او تغير المناخ، وبالتالي ده اعتقد التزام بالنسبه لنا على المستوى المحلي وعالميا ايضا. نشكر حضرتك دكتور سامح العسوي. دكتور سامح العسوي استاذ الطاقه الجديده والمتجدده، عايز اشوف اسمه.